لم تهدأ النفوس بعد من صدمة انفجار مرفأ بيروت حتى عاد التوتر الأمني، ومسرح التوتر هذه المرة منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. اندلعت الخلافات بين أفراد من العشائر العربية في المنطقة وموالين لحزب الله على خلفية تعليق لافتات حزبية وشعارات دينية، وسرعان ما تحولت إلى اشتباك مسلح بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة. تطورات أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، فضلا عن إحراق بعض المحال التجارية وقطع الطرقات. وتطور التوتر لينتقل إلى مناطق أخرى في شمال البلاد والعاصمة بيروت. حالة الخوف والهلع التي عاشها سكان خلدة دفعتهم لمناشدة قوى الأمن والجيش اللبناني بالتدخل ووضع حد للسلاح المتفلت في المنطقة. وعلى الفور قام الجيش اللبناني بإغلاق طريق خلدة الرئيسي وشن حملة اعتقالات، كما فتح الطرقات التي تم قطعها في بيروت وعكار شمالي البلاد. تفجر الأوضاع في خلدة أثار تساؤلات بشأن ظروفه وتوقيته. هناك من يربط هذه الأحداث بمحاولات تشتيت النظر عن التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، وهناك من يربطونها باللعب على ورقة التردي الأمني للضغط من أجل تشكيل حكومة الأمر الواقع.